يا ترى مين يعرف البت دي؟ كريم لاهاني ألدن، يهودية إسرائيلية، كانت في جامعة تل أبيب وعضوة في نجمة داود الحمراء. أنا بعرفها منيح واشتغلنا معاها أكثر من مرة. إسرائيلية إسرائيلية، إيش اللي لمها على هدول الجماعة وكيف تعرفت بنجاة الله؟ علاقتها بناجي عطالله ما كانتش منيحة، كانوا دايماً على خلاف. رجال هاد أنا كتبت فيه تقارير أكتر من مرة بس ما حدش التفت في القيادة لما أرسلتها. يوسي، أنت إيش علاقتك بقيلة مرت رافي دافيدوفيتش؟ هي قروفات مش باخاءة مناخم. كنت أتدخل بينها وبين رافي لما تحصل بينهم مشاكل. أنا مفين، أنا مفين. درجة تدخلك كانت توصل لوين؟ يعني تحن عليها، تطبطب عليها، تمسح لها دموعها. كان في علاقة بيني وبينها دون مناخم. حلو كتير. انت بتعرف انه انا بحب الناس اللي بيجوا معي دغري. هذا حلو كتير. الحياة مثل البازل، نحن بنقدر نركبها ترتيب. وانت بتعرف انه انا بعرف انه في علاقة، ورافي كان بيعرف بهي العلاقة. بعرفش هذا المناخم. انا بعرف منيح. رافي كان متأكد انك انت على علاقة مع مرته، كان بده ينتقم. بس قبل ما ينتقم منها، بتعرف يا يوسي من مين انتقم؟ من إسرائيل، من إسرائيل كلها. إسرائيل تهدد حزب الله بشن حرب شرسة إذا لم تفرج عن الأسرى الإسرائيليين الثمانية الذين تسللوا عبر الحدود. وحزب الله يؤكد أنه إذا ما حاولت إسرائيل شن أي عمل هجومي طائش فإنها ستضرب بالصواريخ في عمق تل أبيب. حالة من التوتر تسود المنطقة، والدبلوماسية المصرية تسعى بين الأطراف لتهدئة الأجواء بين الأطراف المتنازعة. هيدي الخرائط قدامنا أخ ناجي. هيدا لبنان، وهيدي إسرائيل، هيدي هضبة الجولان، وهيدي مزارع شبعة، وهيدا الخط الأزرق يلي رسمته الأمم المتحدة عام 2000. مزارع شبعة أرض لبنانية بس حط عليها إيدها إسرائيل مثل ما بتعرف. وهون في تجمع جنود إسرائيلية بين جبل السمان وجبل الرويس من الشمال ووادي العسل من الجنوب. وهون في مزرعة اسمها فشكول يلي رح تعملوا فيها العملية. فشكول تحت السيطرة الإسرائيلية. الحال وقف يا عوفاديا. القهوة من ساعة ما القنبلة ضربت في آخر الشارع وهي بتنش. الزباين خايفتي. الزبون طبعه جبان، ما انت عارف يا مزرعي. اللي لازم تعمله تقلل السعر شوية عشان تشد الزبون. أقلل السعر أكتر من كده يا عوفاديا؟ ده ناقص إن أنا أطلب لهم الطلبات وأحاسب لهم. عارف عوفاديا، أبويا كان عنده محل كافيه في مصر، وكان أيامها الحرب شغالة والضرب والغارات طول الليل وما كانش يقفل المحل. ولما الإنجليز كانوا يعملوا حظر تجول كان المصريين ينزلوا ويسهروا ويغنوا كمان. مزرحي، إفوها حبرة له عادية. روني ميتال قاعد في البيت خايف. رافي أنا ما أعرف هو فين،
هاني إلدن اختفت وما بقتش تيجي المحل لا هي ولا زملائها من الجامعة. ما هو المحل عندي نفس الشيء، الحال من بعده، هي لما بتقفل بتقفل كله. ألو؟ أني عوفاديا؟ مين دبير؟ أنيش لومو كوهين، سحيرة فرسكين مدبر مهفات فشكول. إيش لي عصرات غنيم شيل أفرسكيم ميعزان هاتوف بيوتي روتسيلي في جوش وتخا كدي لدبر على محير. لو حبيبي يش ميتون هشوك لو يزبول كموت كزو شن اللي كسف لسلم لخا بن زمام عخشاف إنيني معونيان لكبيل بن زمان قاعد حصحوراه ما احرشت مخور شالين بعت تقيم لخا شمعتي شاتخاتو حير يسار لخين دي بارتي اتخا كما تشلم لو 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 زيلو كدايو عفاديا عايز ياخدهم كلهم وبالقسط بخمس تلاف دولار ابن الحرامين. اوكي عفاديا فاني مسكين نبقى بجيش من مساعدات فشكول محارب ابوك بشعة تشع تزيئ رافون شالوم عفاديا شالوم شالوم. وشك انشرح الظاهر التليفون ده جايب لك خبر كويس. لا والله يا مزراحي ده تاجر من فشكول عنده شوية خوخ بايزين عايز يلبسهم لي أما نشوف. إيه خلاص مستعدين اخناجي؟ ايوه ابو حسين هنمشي دلوقتي السيارة جاهزة الله يوفقكم. بالامان باشا انا عايز اجي معاك نضال وابراهيم بس هما اللي هيجوا معايا. يا باشا احنا بدأنا المهمة دي سوا ولازم نكملها سوا. نضال وابراهيم بيعرفوا عبري كويس المزارع اللي احنا داخلينا كلها يهود مش عايز قلب الدماغ. ايه يا عم الحاج انت بتغير ولا ايه؟ احنا رايحين نجيب اسرة مش رايحين كارفور. اغير ايه يا ابني؟ ايه الكلام الفاضي اللي انت بتقوله ده؟ انا كنت شريك في العملية دي من الاول ولازم يبقى لي دور لاخر لحظة فيها. ما خلاص دورك خلص يا ابو الكباتن اللي نط نط وخلصنا وانت عشان نطيت 2 متر هتفلق لنا دماغنا. اللعبة دلوقتي عايزة شاب زي عايزة واد معاه لغة كده ياخد ويدي في الكلام. انت عارف الباشا اختارني ليه؟ اصل احنا رايحين نجيب 7 دكورة ونتاية هو بقى جايبني عشان اجيب له النتاية دي. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. يا اخي نبقى في المحنه دي وتفكر في المعصيه. معصيه يا شيخ حسن ما تخليك محضر خير ده بدل ما تدعي لنا ان ربنا يوفقنا. ربنا يهدي